ننسوش بان الالوان حتى هما كيلعبوا واحد الدور في لا توني ماروكان، على حسب اللون ديال البشره، على حسب اللون ديال الشعر حتى هو. يعني كاينين الوان اللي كيخصهم يكونوا منضبطين مع البشره ديال السيده. الوغ بالنسبه للسيدات اللي كيكونوا سميمرات او لا كولور ديالهم مات، من الاحسن يمشيو لي كولور باستيل ويلعبوا شويش على المكياج. والسيدات اللي كيكون غالبا فيهم لا بلونشور، هادو يبوف اوزي لي كولور فونسي او لا لي كولور اللي كيكونوا جون بحال لو روج، بحال لو بلو رويال، بحال لو فيغ رويال. دونك بحال هاد الالوان هادو كيواتيو بزاف السيدات اللي البشره ديالتهم كتكون شويش مفتوحه. والسيدات اللي كيكونوا سميمرات يعني اللون كيخصو غير يكون منضبط، يعني في الاختيار ديال الثوب ملي كنكونوا كنشرو في الثوب ديالنا نحطوه على اليد ديالنا، نشوفوا لا كولور واش تواتات، ياك ما غمقات اللون ديال البشره ديالنا، ياك ما فتحاته بزاف، ياك ما هذا. دونك كيبقى واحد الاختيار كيف كنقولوا حنا المغاربه، كتبقى عينك ميزانك او الراي ديال شي انسان اللي كيكون الذوق ديالو حتى هو كيتواتى مع الذوق ديال الشخص اللي غادي تلبس لا توني ديالها. دونك تاخذ واحد الراي قبل ما تونجاجا في الخياطه اللي حنا كنعرفوا بانها بعض المرات كتكون شويه باثمنه شويه طالعه. دونك الانسان يحاول يختار اللون ديال الثوب ديالو قبل ما يدوز للخياطه. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.